أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين
اصبروا صابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم اصبروا وصابروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا صدق الله العظيم. الذين آمنوا اصبروا وصابروا
واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وخلق منها زوجها بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم.
واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم ولا تؤتوا السفهاء التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا صدق الله العظيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا وكفى بالله حسيبا وابتلوا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان وليا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم.